الرجال الله يهديهم يشوفوا في وليداتهم ويفكروا اللي هي وما هنا راه ما دايماش. انا مامي عندي 78 عام، عندي جوج بنيات، وحده عندها شي 44 والاخرى عندها واقيلا 42، حيت مطاردات. مريم عندها بنيه وليد، خديجه باقا بنت، تزوجت ملي كانت عندي 18 عام. ديك الساعه ما كان لا فانيد لا والو، حملت دغيا، الحماله ديالي دازت مزيانه، ما ديت لا في الوحم لا في والو، زعما عادي. ولت في الدار امي وخواتاتي تيجي يطلعوا عليا ويمشي. زادت خديجه، ولكن خديجه عذبتني في الولاده، زادت شويه عامره، الترابيه ديالها دازت مزيانه، نحطها ما تفيق تتفيق حتى نوكلها ونشربها. راجلي اللي كنت واخده ما دارش مع العقد ونكرني، ما عمرو ما سول فيهم. حملت بخديجه ويمشي، حملت بخديجه ومشى. حنت مقابل راك بلا ما نقول، مقابل القرعه والكاس، ندير بريكولو نخدم وكل شيء. كانت امي شادهم ليا هي والوالد الله يرحمه، تنمشي انا نخدم ونجيب ليهم وكل شيء. الدريه الصغيره كنت نخليها وندير لها الماء والسكر ولا النعناع ولا اللويزه، وتنمشي منين نجي عاد نرضعها باش يدخلوا يقراو. وانا صيبت لي واحد المره اللي صيبت لي وقفت معايا، تصيبت لي من الوراق، قالت لي ما نخليش الدريات يضيعوا بلا قرايه، صيبت لي الوراق ودخلتهم للمدرسه. المهم تمحنت معاهم والحمد لله، دابا كبروا الحمد لله، بقى لي الاخرى الصغيره. العيالات النصيحه اللي ما دارتش، اللي خلاها الرجل ما عنده لا ورقه لا والو، ما تعطيش وليداتها وتكافح معاهم والله غادي يخلصها. الرجال الله يهديهم يشوفوا في وليداتهم ويفكروا اللي هي وما هنا راه ما دايماش. كانت المراه مسكينه راه تكافح وتكبر وليداتها، وما الراجل راه يلوحهم ما يسوقش ليهم كثير، الا داير مراه اخرى وما بقاش يشوف وليداتو الاخرين. الحلم ديالي تنطلب الله الا جاب لي الله رزيق نمشي على الحج، امي حلفين تقرت تمشي لداري اللي دايمه ليا، صافي هادشي اللي تنطلب. ما خصني شيء وما عندي شيء، ونخلف الله يخلف الله على الحباب اللي هزيني.